بالديوانية بأحد المناطق بمنطقة شنو اسمها؟ غماس. 2020 والأطفال يروحون 21 نسيت عوالي 2020 والأطفال يروحون مدارسهم ببلم. شوفوا هاي الصورة، هذا الفيديو قدامكم. الأطفال يروحون للمدرسة ببلم بال 2021 اللي ناس صارت تصعد للفضاء بكل سهولة ويسر. الأهالي يطالبون ببناء جسر، حتى جسر ما عندهم بالمنطقة، ولا عندهم أي وسيلة نقل، ولا عندهم شارع مبلط، ولا عندهم خدمات، مدارس أولادهم بعيدة. بالنتيجة عندهم معاناة كبيرة جدا أكثر مما نتخيلها إحنا. فما معقولة واحد يبقى يطالب حتى يحصل والله على جسر، لازم أطلع أناشد وأطلع أحتاج أو أتظاهر حتى طالب بجسر، لازم أطلع الظاهر حتى طالب بتبليط اللي هي هاي أبسط حقوق الإنسان، مفروض متوفرة بدون ما الإنسان يطلع ويحكي. الدولة أو يعني حكومتنا المفروض والجهات ذات العلاقة، الآن أقصد الحكومات المحلية طبعا، المفروض يعني يلتفتون لهذه القضية، توفير جسر، توفير طريق سالك، لأنه أي منطقة أكيد بها طلاب، بها ناس موظفين، بها ناس لازم تطلع للسوق، ناس لازم يعني هاي حياتهم اليومية يروحون يجون. فما معقول يظلون يتنقلون بهذه الطريقة، يعني هي أوكي طريقة لطيفة جدا وحلوة بس بدائية للسياحة، نعم للسياحة أكيد، لكن كوسيلة نقل لا. يعني إحنا بال 2021 بعد انقرضت هذه التفاصيل وهذه الوسائل أو الوسائط البدائية. هذا الفيديو أمامكم دا تشوفوه على الشاشة، عمار انطيني الفيديو مرة ثانية.